التي تعمل بالطاقة مثل راديو الصمت ومشروع تغيير الطقس والموجات الارتدادية. ومن أولويات هذا المشروع هو إيجاد النقطة الصفر لكل طاقم البارجة USS هيلدريج وربطهم بنقطة الصفر للأرض، ثم نقطة الصفر للمجموعة الشمسية، ثم نقطة الصفر للمجرة درب التبانة. وبسبب نتائج الكارثي على الطاقم البارجة من الناحية الفيزيائية والبيولوجية والبسيكولوجية، قرر العلماء على مواصلة التجربة على كرسي معدني ثابت حيث يجلس الكوباي واحد، أي إنسان تجارب. وهذه الأبحاث التي بدأت في سنة 1948 لم تتطور إلا بعد عام 1967 بسبب مساعدة الفضائيين وزوار من الشعراء سيريوس أ من الزيتيين لزيتاس. وبعد شرخ الذي أحدثه مشروع 1943 ودخول الهويات الفضائية إلى عالمنا بصحونهم الطائرة وسقوط بعضها واستغلال تلك التكنولوجيا، تم تطوير الكرسي العجيب لاشيز دو مونتوك، مشروع فونيكس 2 أو مشروع مونتوك 1969-1979. بعد رفض الكونغرس الأمريكي تمويل هذا المشروع، لجأ العلماء إلى الجيش ليعطوهم قاعدة مونتوك بالإضافة إلى معدات عالية التقنية، بالأخص مولدات طاقة عالية وتكنولوجيا الترددات الصوتية العالية ميكرو أوند والرادارات. فكان في 1971 بداية الأبحاث خصوصا في مجال التحكم في العقول وقدرات العقل البشري الخارقة واستعمال الترددات العالية للتحكم في الطقس وللوصول إلى نقطة الصفر. قاموا بتوجيه ترددات أثيرية 406 ميجا هرتز لفتح ثقب أسود إلى نقطة محددة على أشخاص متطوعين. وهذه التجربة أسفرت عن نزيف حاد في الدماغ والرئتين وأعراض نفسية خطيرة وعقلية، والقليل من المتطوعين نجا بحياته. وحتى تجارب أجريت على سكان نيويورك القريبة من الجزيرة لتحديد النطاق الواسع الذي قد تصل إليه العمليات، وبعض المصادر تقدر بحوالي 250 ألف من الأشخاص الذين استعملوا كفئران تجارب دون رضاهم وعلمهم. بفضل هذا الكرسي استطاعوا جعل الناس يستقبلون ترددات تجعلهم عرضة للسيطرة العقلية والنفسية والتحكم فيهم عن بعد، بالإضافة إلى السفر عبر الزمن بهذا الكرسي. الكرسي تمكن العلماء من استقبال الموجات التي ترسلها الأفكار الكهرومغناطيسية وتشفيرها وتحويلها إلى لغة مترجمة على الشاشة. الكرسي صار آلة لقراءة الأفكار. كان الشخص يستطيع أن يتصور صور في عقله وهو جالس على هذا الكرسي، فيراها الباحثون والعلماء على الشاشة ويتم تسجيلها على الفيديو. فالجالس كان يستطيع إظهار أشكال ثلاثية الأبعاد على الشاشة بمجرد أفكاره ونهاه. فكان هذا المجرب يستطيع خلق عوالم زمانية ومكانية جديدة بالكلية وإرسالها لشخص آخر، مما ساعد على فهم ما حدث مع من بقي من طاقم البارجة هيلدريج USA المجاني. لكن التجربة أحدثت أعراض غير عادية وأثر جانبية مدمرة، حتى تدخلت الهويات المعزولة التي جاءت من الشعراء سيريوس باستعمال بلورات وكريستالات في بوبينات الكرسي، فبدأ كل شيء يصبح عاديا من 1976 حتى 1977. والأعمال كانت جارية حول خلق برمجة إلكترونية بوسعها الشرح كل العمليات العقلية والذهنية لمخ البشري وترجمتها إلى لغة مفهومة بدرجة عالية من المقاربة. فبدأ العلماء يرون حصول شيء خارق للعادة جدا،
يحدث كان عندما يتم التركيز على شيء مادي معين كان يستطيع أن يظهر في أي مكان في القاعدة العسكرية. لقد توصلوا إلى اكتشاف نقطة جريد، أي نقطة المغناطيسية للأرض التي هي محايدة، حيث كل شيء يستطيع أن يصبح له هيئة مادية حتى الأفكار. فكان يكفي توفير ظفر أو شعرة من أي إنسان على وجه الأرض للتعرف على تردداته الأثيرية لنعلم ماذا يفكر وماذا يرى، مثل السحرة والجن. وهذا على ما في الأرض أينما كان، حيث كان في الأرض فسموه العين التي ترى كل شيء.